السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمود ياسين. إن شاء الله هنتكلم بقى في البارت التاني بتاعنا عن إزاي اللي أنا أعمل أكسس كنترول باستخدام البرميشنز. ده اللاب العملي يا جماعة اللي إحنا إتكلمنا عليه الدرس اللي فات. تعالى أفكركم بيه الاستراكشر اللي أنا عايز أعمله. إحنا إتفقنا إحنا هنعمل مجلد رئيسي وتحتيه مجلدات فرعية، وهدي لكل مستخدم صلاحيات على المجلد ده بس، أما المدير ليه الحق يشوف كل الكلام ده بالكامل. تمام، فخلونا نبدا اللي انا اشوف على طول التاسكات اللي انا هعملها. عايزين اول حاجه اكريت قسم الاكاونتنج عندي باليوزرات بالجروبات اللازمه لي، وهنعتمد النهارده على الملف الخاص بالاكسل اللي احنا درسناه في الدرس بتاع الايه البالك يوزر كرييشن. ارجعوا للفيديو ده هتلاقوا الرابط بتاع الملف وهتلاقوا الطرق ازاي اللي انا اضيف دفعه مستخدمين مره واحده. فانا هستخدم ملف الاكسل علشان اللي انا اضيف اليوزرات دي دفعه مره واحده، واكريت بقى الجروبات وابدا اعين لكل يوزر الجروبات اللي هي اكسس فيها. هنبدا نعمل الاستراكشر بتاع المجلدات، اكريت المجلدات زي الصوره اللي موجوده عندنا. هفعل اكسس بيزد انيوميريشن على المجلد الرئيسي عشان نخفي المجلدات عن الناس اللي ملهاش صلاحيه، وهنبدا نعمل ماب شيرد فولدر للناس علشان ابدا تيست اشوف هل فعلا اليوزر قادر يشوف الداتا بتاعته ولا لا. طيب فخلونا كده سريعا نبدا نشتغل عملي على طول فورا. انا عندي هنا ملف الاكسل، احنا اتفقنا ان انا بعمل مستخدمين لقسم الحسابات، فانا محتاج ان انا اعدل اسم الاو يو بتاعتي من تيست الى اكاونتنج. ها هنيجي على ريبليس، الكلام ده مش جديد علينا، الكلام ده خدناه في الدرس بتاع البالك يوزر كرييشن، تقدر ترجع له في البلاي ليست عندنا. انا هقول له انا عايز اشيل تيست احط بدلها اكاونتنج ريبليس اول. حلو جدا، تمام. انا كده استبدلت اسامي الاو يو كلها مره واحده. عايزين نستبدل بقى اسامي المستخدمين دول بدل يوزر واحد الى اي سي سي زي ما انا عايز. ممكن الحركه دي بقى اعملها بدل ما اعملها بالبحث واستبدال. انا عندي هنا الاكسل متظبط زي ما قلنا قبل كده، انه التعديل في العمود الاولاني بيسمع في الثاني والثالث والرابع، معمول كونكاتينيشن على الاعمده دي. فشوف كده، تخيل لو انا هنا قمت كاتب ACC، بص كده ايه اللي حصل، عدل لي هنا وعدل لي هنا وعدل لي هنا. حلو جدا، تعالوا بقى نشد دفعه ايه المستخدمين دول. حلو جدا، يبقى انا غيرت اسامي الاويو وغيرت اسامي المستخدمين اللي هيتكريتوا، حددت اللوجو النيم بتاع المستخدم، حددت الديسبلاي نيم اللي هيظهر جوه بره في الاكتيف دايركتوري، حددت باسوردات الناس، وكمان ممكن اديهم الاوبشن ان هم يغيروا الباسورد اجباري في اول عمليه دخول. اتفقنا لان لما اخد كوبي من الداتا دي اخد من ايه اول عمود بتاع دي اس ال، فانا اكتفي باول سته دول بس. هما قال له نسخ، روح على السيرفر بتاعك. طبعا انت لازم تنشئ، بص كده انا قايل له اويو اسمها اكاونتنج، يبقى انا لازم اخد بالي من هنا، لازم تكون الاويو قبل ما اطبق الباتش بتاعي. طيب انا واخد نسخ من الداتا دي، عايز بقى كليك يمين نيو تكست، اعمل بيست. طيب فايل سيف از، عايزين نحفظه كملف باتش على الديسكتوب مثلا. افتح علامه تنصيص واعمل اي حاجه دوت بي اي تي باتش فايل، وكمان ممكن تحط هنا كلمه بوز على اساس انه بعد ما يخلص ما يقفلش عشان اشوف ناتج تنفيذ الملف. فانا ممكن اقول له سيف واقوم ضاغط على الملف ده، ها سكسيد، الدنيا تمام خلاص. لو انا رحت هنا قمت عامل ريفرش، حلو جدا، ادي اليوزرات بتوعي اتكريتوا مره واحده في قسم الاكونتنج. طيب عايزين بقى نعمل الاكونت بتاع مدير الحسابات، واتفقنا اسمه ايه لو تفتكروا في الصوره، اسمه اكونت مانجر. تمام اكونت مانجر، فانا هعمل اكونت جديد، كليك يمين نيو يوزر اي سي سي ام جي ار، حلو، عملنا يوزر جديد عادي خالص. ايه رايكم بقى نعمل جروب تضم كل المستخدمين دول، كليك يمين نيو جروب، وليكن مثلا نسميها اكونت جروب 1. تمام دي جروب اهي، تعالى بقى نرتب، سيلكت كل الناس دي، كليك يمين اد جروب اللي اسمها اي سي سي داش جي 1،
حلو جدا. لو انا دخلت على جروب وعلى ممبرز ادي كل المستخدمين بتوعي والدنيا تمام. طب دي اول حاجه ممبر. الحاجه الثانيه عايزين ان انا ابدا اكريت بقى الاستراكشر بتاع الداتا. احنا اتفقنا ان الاستراكشر ده هنعمله على بارتيشن منفصل. فلو انا بصيت هنا على ماي كمبيوتر انا ما عنديش الا سي، طيب وعندي مساحه فاضيه في السي. طب ما ايه رايك ناخد من المساحه الفاضيه دي نعمل بارتيشن. انت المفروض الفايل سيرفر بتاعك يكون فيه هاردات او يكون فيه تقسيمات اكبر من كده، بس احنا عشان في بيئه فيرتشوال انا هعمل لك بارتيشن من المساحه الفاضيه دي. هنيجي على قائمه ران و ديسك mgmt.msc، كليك يمين شرينك، هبدا ان انا اقلل المساحه المستخدمه دي واطلع من المساحه فاضيه وليكن مثلا 20 جيجا. تمام، تعالوا بقى نقسم المساحه دي. الكلام ده كله طبعا هنتكلم عليه في الفايل سيستم والديسكات، لسه جاي معانا ما تقلقوش. تمام، انا خلاص عملت بارتيشن اهو اللي هو الاي، كليك يمين بقى اوبن، وتعالوا بقى نبدا نعمل الاستراكشر اللي احنا شفناه في الصوره. عايز اعمل اكونت اسمه مين اكونت داتا، يلا كليك يمين نيو فولدر مين اكونت داتا. حلو، جوه منه بيز اكونتنج فاينانشال دوكيمنت كلاينت دوكيمنت، يلا ثلاث مجلدات، كليك يمين نيو فولدر بيز اكونتنج، ممكن ناخدها نسخه كذا مره ونغير الاسامي. ها ده اسمه ايه؟ فاينانشال. والاخير كلاينت داتا. تمام، يبقى انا عملت كلاينت دوكيمنت، اسف كلاينت حلو جدا. انا عملت ثلاث مجلدات فرعيه عندنا هم موجودين، تمام، البيز اكاونتنج، الكلاينت دوكيمنت، والفاينانشال داتا، وطبعا البيرنت بتاعهم اللي هو المين اكاونتنج داتا. حلو جدا. طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايز ابدا اظبط الصلاحيات بحيث ان انا ادي لكل الناس الاكسس، طبعا كل الناس المقصود بيهم اداره الحسابات، اكسس على المجلد الرئيسي، وابدا ان انا افك الوراثه علشان ادي لكل يوزر الحق بس يشوف الداتا اللي محتاجها. فمثلا هنيجي على المجلد، كليك يمين بروبرتيز شيرنج ادفانسد شيرنج. اتفقنا المره اللي فاتت في درس الصلاحيات اللي انا ممكن اضيف كل المستخدمين الموجودين عندي في الدومين، تمام، ان هم يشوفوا الشير، او اللي انا اضيف بس الجروب اللي اسمها ايه؟ اكونت جي 1 ها، ونديها مثلا تشينج. تمام، اما قايله ابلاي واوكي، يبقى الجروب بتاعه الاكونت جي 1 الجروب كلها واخده على المجلد ده. طب نيجي بقى على السكيورتي، اما قايله ايديت واما قايله اد، برضو اكونت جي 1 نديها موديفاي. تمام، وميله ابلاي وميله اوكي. بس خلي بالك بقى، انا عندي هنا علشان البيرنت البارتيشن اللي هو الاي في هنا ضايف الجروب اللي هي اليوزرز، وعشان في انهيرتنس، فانا هعمل ايه؟ هقول لو سمحت شيل انهيرتنس، حول الصلاحيات الى اكسبلسيت زي ما خدناها قبل كده، شيل لي اليوزرات دول، ما تسيبليش الا السيستم واي حد يكريت مجلد جواها والجروب كلها اللي اسمها اكونت بس. فلو بصيت بره هنا هتلاقي ان اكونتنج ليها الموديفاي زي ما هي، واي حد بره الاكونتنج والادمنستريتور مش هيقدر ياكسس. تمام، فانا كده قفلت ان اي حد يشوف المجلد ده من بره خالص الا يكون من القسم بتاع الحسابات بس. طيب انا هاجي هنا وميل اوكي. نعمل ايه بقى؟ عايزين نفعل اكسس بيزد انيوميريشن على ده، فافتح سيرفر مانجر. قلنا اكسس بيزد انيوميريشن معناه اللي مالوش صلاحيه على داتا ما يشوفهاش من الاصل. حلو قوي. هنروح على فايل اند ستورج سيرفيسز. كده خلاص الاكسل ده مش محتاجينه.
حلو، نقف على الشير، نيجي على المجلد نفسه الميل اكاونتنج ده، كليك يمين بروبرتيز سيتنج، ها لازم افعل دي، اعمل ابلاي واوكي. بس انا كده ضمنت انه المجلد نفسه متظبط، انه اي حد مالوش صلاحيه على داتا ما يشوفهاش. طيب تعالوا بقى نمشي واحده واحده. احنا اتفقنا في الصوره ان بيز اكاونتنج عايزينه الاي سي سي واحد بس، صح كده؟ صح كده. فانا هعمل ايه؟ كليك يمين على ده بروبرتيز سكيورتي، طبعا مع نظام الوراثه مش هيسمح لي ان انا اعدل في دي، فانا اقول له ديسيبل انهيرتنس، وام رايح بعد كده على ايديت، شيل الجروب دي بقى، حط بدالها هنا اي سي سي 01. حلو، اتفقنا الراجل ده له ايه؟ له رايت بس، فانا ادي له رايت، اوعى تزود عن المطلوب. يبقى الراجل اي سي سي 01 له صلاحيه على البيز اكاونتنج، تمام؟ ماشي كده؟ طيب احنا المفروض عندنا كمان، هقول له ابلاي، المفروض عندي كمان ميني اكسس، ها الاي سي سي ام جي ار، تمام؟ الراجل ده له الموديفاي او الفول كنترول زي ما انت عايز، تمام؟ فانا اقول مثلا والله المدير له فول كنترول يعمل اللي هو عايزه هنا، يبقى المدير ليه فول كنترول، اما انت كمستخدم ليك رايت بس. طيب انا هقول له اوكي، وما يقول له اوكي، كده انا نفذت الاولاني. طيب المجلد اللي بعده فاينانشال على اي سي سي 2، نفس الكلام، كليك يمين روبرتس سكيورتي ادفانسد، تعالى نديسيبل الانهيرتنس، وتعالى نديت هنا، نشيل الجروب دي عشان مش اي حد يشوف اي حاجه او ياكسس. انا اقول له هنا اي سي سي 02، والمره دي بقى اي سي سي 02 عايزينه ايه؟ موديفاي. خلاص طالما جالي الاذن بكده اديله موديفاي، ماشي. وما ننساش الـ ACC مانجر اللي هي الفول كنترول. حلو، يبقى الراجل مانجر اللي هي فول كنترول، وفي نفس الوقت الراجل ده له موديفاي بس. حلو، اما كلاينت دوكيمنت فهيبقى رايت صح على ACC 03. برضه هنفك نظام الوراثه، هنقول له شيل الجروب دي عشان افصص لها اي سي سي مانجر، له طبعا المدير بتاعنا، وهم قايل له اي سي سي 03، نديله ايه؟ نديله رايت بس، التاسك بتاعنا الراجل ده له رايت فقط، يبقى ده له رايت، اما ده له كل حاجه. حلو جدا، تمام. انا محتاج بقى ان انا اعمل ايه؟ انا عندي ثلاث مسارات دلوقتي. تعالوا كده نحط اي داتا على المجلدات دي، يعني بيز اكاونتنج، تعالوا مثلا وليكن نحط تكستات، نيجي على الكلاينت دوكيمنت ونحط مثلا صور كانها مسحوبه مثلا سكانر، ونيجي هنا على الفاينانشال داتا نحط برضو ملفات مثلا ريتش تكست، يبقى دي الداتا بتاعتي موجوده. طيب انا محتاج اعمل ايه بقى؟ محتاج انه ده له صلاحيه على مين؟ بيز اكاونتنج، واي سي سي 2 على فاينانشال، وده على الكلاينت دوكيمنت. فانا هعمل ايه؟ هعمل 2 باك سلاش اس ار في 1 باك سلاش، ها مين اكاونت داتا باك سلاش كنترول سي، وهم قايل له انت ليك اكسس على المجلد ده بالليتر مثلا زد، مفيش مشكله. يبقى الراجل ده هيخش على اكاونت داتا، بس بفضل الاكسس بيزد انيوميريشن مش هيشوف الا مين؟ المجلد اللي هو خاص بيه بس. وهنشوف الكلام ده في التست بتاع ابلاي، ها قولي انت كادمنستور مالكش على الشير، مش مشكله. اوكي، واجي على اي سي سي 2، هيبقى له الليتر، ممكن اغير الليتر عادي زي ما انا عايز، واي سي سي 3 البروفايل، طيب كده بقى كل واحد المفروض ان هيبقى ليه الداتا بتاعته اللي شايفها في المجلد ده. لو انا رحت كده على سبيل المثال قمت جاي على السيرفر بتاعنا، قمت جاي ماكسس بي اي سي سي 01، ادي الباسورد،
لو انا فتحت ماي كمبيوتر، ها ويندوز اكسبلورر، ادي ذيس بي سي، ها شايفين ده الملف بتاعه. انا شايف مين؟ خلي بالك انا داخل بمين، اي سي سي 01. ارجع كده للتاسك ده، ما يشوفش انا مين، بيز اكاونتنج. واخد بالك بقى هنا شايف؟ فانا كده اموره طيبه جدا، انا مش شايف الا الداتا بتاعتي، ماليش دعوه بحاجه حد. طب نفترض بقى حبيت افتح مخي اس ار في 1، ها، وحاولت ان انا اكسس ان، شايف؟ برضو ما انتش شايف ده، خلاص مفيش فيها حاجه. حاولت ان انا اعمل باك سلاش، مش هيكمل. تمام، فانا كده اتاكدت ان الراجل ده شايف المجلده. طيب لو انا جيت اجرب واحد تاني، المفروض اي سي سي ما اشوفش انا مين، فاينانشال بس. يلا اي سي سي 02. بص كده في اس بي سي، ادي الماب بتاعي. فاينانشال دوكيمنت او فاينانشال ده ما غيرناش اسمه. بس النيم بتاع الشير، هو اللي كان خد الاسم ال فاينانشال داتا. انا غيرت بس الاسم. تمام. كلايد دوكيمنت تبع اي سي سي 3، انا بس لخبطت. تمام، ده هو فاينانشال داتا، تمام، مش فاينانشال دوكيمنت زي ما انا كاتب. مش مشكله، الراجل ده له اكسس على فاينانشال داتا، مفيش فيها مشكله، برضو مش هشوف اي حاجه. طيب لو انا جيت اجرب اخر واحد، انا بس التسميه اتلخبطت فيها، مش مشكله، ايا كان الاسم، اي سي سي 03. المهم انك بتنفذ التاسك. طبعا انت ممكن بقى تغير السيناريو زي ما انت عايز، انت فهمت الكونسبت، فهمت الفكره، مش شرط تطبق زي ما انا بعمل بالظبط. انا عايزك انت تبدع وتفكر تغير، تعمل مجلدات، تعمل استراكشر كامل، وتحدد صلاحيات زي ما انت عايز. ادي ذيس بي سي، حلو قوي قوي. يبقى كل واحد مش شايف الا حاجته، كل واحد مش شايف الا حاجته بس، كلام عظيم قوي. طيب عايزين بقى نفعل اوديتنج، عايزين بقى نتتبع ان كل واحد اكسس على الداتا دي امتى. تمام، فانا هعمل ساين اوت واروح على السيرفر عندي عشان اتتبع اوديتنج. بقى هنيجي على المجلد الرئيسي، المين اكاونتنج داتا، كليك يمين، بروبرتيز، ادفانسد، السكيورتي، وبعد كده ادفانسد اوديتنج. شايف دي موجوده اهي، هقول له اد. انا عايز اتتبع مين بقى؟ الجروب بالكامل اللي بيأكسس بما فيهم المدير، اي سي سي جروب جي 1، واقول له انا مش عايز سكسس، عايز سكسس وفيلير اول، وطبق لي الكلام ده على المجلدات وعلى كل حاجه. تمام، اقوم قايل له اوكي. ماشي، ممكن ان انا اتتبع البرميشنز دي، ممكن ان انا اقول له والله ان البرميشنز اللي انا عايز اقراها تشمل حتى الموديفاي، التعديل، اقراها لي كمان. تمام، يبقى انا عايز اتتبع نشاط المستخدمين بتوع اكاونتنج جي 1 على المجلد الرئيسي اللي هو اكاونتنج داتا. طيب ده كده النص الاولاني، انت فعلت اوديتنج، وده بنسميه اوبجكت اكسس على مجلد معين. انا بقى عايز ان انا افعل الكلام ده على السيرفر اللي عليه الداتا. انا عندي هنا الدومين كنترولر اسمه اس ار في 1، المفروض ان الداتا بتكون عندك على سيرفر لوحده، بس بما ان انا هنا في تيست لاب، فانا هفعل الاوديتنج على السيرفر ده. ازاي؟ افتح فايمت ران واقول له جي بي ام سي دوت ام اس سي جروب بوليسي مانجمنت كونسول، اداره الجروب بوليسي. وهنيجي على الاو يو بتاعت الدومين كنترولر، في جروب بوليسي متطبقه على الدومين كنترولر اهي، قول له ايديت. طبعا عندنا دراسه ان شاء الله مفصله للجروب بوليسي في البوك رقم 3. انا هقول له ويندوز سيتنج، سكيورتي سيتنجز، لوكال بوليسز، اوديت بوليسي.
شايفين؟ دي البوليسي بتاعت الاوديتنج، انا عايز اوبجكت اكسس من راقب الملفات والمجلدات وكل حاجه، وايا كان نشاط اليوزر الاوتهولي ابلاي واوكي. طب عايزين بقى نريفرش البوليسي، هنفتح سي ام دي اللي هو الدوس ونقول له ايه جي بي ابديت سلاش فورس علشان نعمل ريفرش في الجروب بوليسي. يبقى من ساعه تطبيق البوليسي السيرفر هيسجل كل واحد بيحاول ان هو ياكسس على الداتا دي. تمام، تعالوا نجرب. لو انا رحت هنا وقمت جاي اي سي سي 3 ادي الباسورد بتاعتي، لو انا جيت هنا ورحت جاي عامل ايديت ومعدل على الكونتنت عادي، انا ليا رايت فبعمل الكلام ده. طيب نفترض بقى انا حاولت اعمل شيفت ديليت، ها مش هيسمح لي. لو حاولت اعمل كليك يمين رينيم برضو مش هيسمح لي لانك واخد رايت بس. طب هل معنى ذلك ان انا كاريت حاجه؟ اه انت ليك صلاحيه التعديل، انما انك تحذف لا، تغير اسم لا. طب عايز اشوف اللي حصل ده، ارجع بقى على السيرفر وتعال نفتح قائمه ستارت واكتب ايفنت ايفنت فيور. ده بقى هيبقى صديقك طول الحياه طول ما انت سيستم ادمن، كل حاجه بتحصل في السيستم بتتسجل هنا. طب انا عايز اشوف ايه بقى، هننزل على الويندوز لوكس وهننزل على السكيورتي. تمام، طبعا محتاج ان انا ارتب بالتاسك كاتيجوري. انا عندي هنا انواع كتير من الاحداث، انواع كتير احداث. بصوا كده هتلاقوا ان في، لو انا نزلت كده في فايل شير، في فايل سيستم اللي انا قلت لك عليهم في الباور بوينت، وهتلاقي الايفنتات. بص 540 4656، تعال نبص كده 540 465 في 8 56. فمعنى ذلك ان الفايل شير بقى لو انا دخلت عليها، بص بقى بص بقى الجمال، اقف كده على الفايل شير، قال لي ان في يوزر اسمه اي سي سي 03 تمام قدر ياكسس على الفايل. تمام شايف بيعمل ريد. طب تعالى كده نشوف ده، وبقول لك انه الكلام ده حصل من اس ار في 2، يعني بيجيب لي حتى الكمبيوتر اللي حصل منه اس ار في 2 اللي هو جهاز السيرفر الثاني ده. تمام شايف جاب لي حتى المجلد اللي اكسس عليه، حلو قوي. تعال اللي بعده، قال لي ده الاي بي اللي حصل منه وده المجلد اللي اكسس عليه. طيب تمام كل ده سكسس. طيب تعال بقى نشوف بقى العمليات اللي هي بتاعت الديليت اللي هي فشلت. تمام زي كده الاوديت فيلير دي، بصوا اي سي سي 03 فيلير. ليه فيلير بقى؟ بصوا حصل في الملف ده، ده معنى ذلك ان الراجل ده حاول يحذف الملف زي ما عملناه، فعشان كده قال لك ان ده فيلير اوديتنج. تمام هل في فيلير تاني؟ اه بص كده اتفرج شايف هنا جاب لي فيلير بس خاص باليوزر اسمه ادمنستريتور لما كان بياكسس على الملف ده. تمام فاصبح كده انه الاوديتنج بتاع المستخدمين اوديتنج بتاع المستخدمين بيبدا ان هو يجيب لي الايفنت اللي حصل وحصل من انهي ماشين وحصل هو بيديته تايم. في شركات بتبدا انها تاخد برنت سكرين وبعد ما تاكد ان اليوزر ده له فيلير على اوبجكت معين في الاكسس ببدا ابعت الكلام ده للاتش ار او الاداره المختصه وهم بياخدوا اللازم مع الموظف، لان انا بكون محذر الناس وبعت لهم ايميلات محدش له اكسس على المجلدات دي، محدش يحاول يخش على المجلدات دي. فكل حاجه متسجله عندي، كل حاجه متسجله عندي. تمام فانت اتعلمت بقى النهارده ازاي اللي انا اظبط استراكشر لتخزين الملفات مع تعيين الصلاحيات واخفي المجلدات عن الناس اللي ملهاش صلاحيه عليها، وازاي اللي انا اديت ماب فولدر جاهز للناس، وكمان عملنا الخاصيه الرائعه الاوديتنج علشان اتتبع نشاط المستخدمين ونعرف اللي نجح دخل على ايه واللي فشل فشل بسبب ايه، وكل الكلام ده مسجل في الايفنت فيو. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.